بعد ما توفت الوالد الله يرحمه لقيت نفسي فعلا بعيد بناء نفسي من جديد، لأنه كله توقف، مو راح بس وقفته. وأنا عارفة متأكدة إنه هذا التوقف الطارئ، ما هو توقف يعني للنهاية، الأعمال الخيرية، حضور فعاليات، كان قراءة، دراسة، أي حاجة، يعني حاطة ببالي إني أنا لازم أكمل المسيرة. عادت زهرة إلى نشاطها من جديد، لكنها سلكت مساراً آخر وإن لم تبتعد عن مجال التعليم. ركزت على دراسة علمي الاجتماع والنفس، والتحقت بعشرات الدورات في مختلف المجالات المتخصصة والعامة، ثم حصلت على الماجستير لتبدأ حياة ثانية من النشاط والعمل الخيري. وإلى أن وصلت إلى مرحلة مع الدورات هذه اللي أنا أخذها، صرت أخذ دورات مستشار، مستشار أسري، مستشار نفسي، مستشار كذا، مستشار، لا أن أتشبعت من هذا الموضوع، قدمت على أني أنا أفتح مركز إرشاد أسري أو مركز استشارات. فجاتني الموافقة في سنة ما أنا فتحت المركز، جاتني سيول جدا، ومن ضمن رسالتي أني أنا فتحت مركزي سنة كاملة نعالج هو بين الماء. فرحت أكثر، صح ما دخل علي ولا ريال، لكنه أنا اعتبرته حاجة يعني مو بس كمان يعني سبيل الله مرضاته، حسيت أني أنا يعني عملت بصمة لنفسي أنه شيء مني أقدم حاجة للوطن. يكفيني أني أنا مستمتعة بهذا الشيء، هذا أنا اعتبرته امتدادي وريثي، يوم أنا أموت في شيء لي أنا تركته، هذه التركة اللي أنا تركاها. لما جينا على الدكتوراه قلت لا لا أنا ما أبغى موارد بشرية، أنا أجد نفسي في شيء آخر، أجد نفسي في علم النفس، أجد نفسي في الإرشاد والتوجيه الأسري. فعملت بحث وعملت كتاب، الآن هو مقرب جامعة الملك عبد العزيز، اللي هو كتاب التوجيه والإرشاد الأسري والنفسي. يعني الحمد لله هذا فضل الله علي إنه يجي دكتور رئيس قسم علم النفس ويقرر الكتاب على هذا على طلبته. يعني فخر لي اني انا اعده اقدمه في السوق كماده مختصره، اختصرته يعني ابحاث وشغلات زي كده، لكنه في نفس الوقت رساله